الأصحاح السادس عشر. وسمعت صوتا عظيما من الهيكل يصيح بالملائكة السبعة: اذهبوا واسكبوا على الأرض كؤوس غضب الله السبع. فذهب الملاك الأول وسكب كأسه على الأرض، فظهرت قروح فاسدة موجعة أصابت الناس الذين عليهم سمة الوحش الذين يسجدون لصورته. وسكب الملاك الثاني كأسه على البحر، فصار الماء مثل دم الميت، فمات كل مخلوق حي في البحر. وسكب الملاك الثالث كأسه على الأنهار والينابيع، فصارت دما. وسمعت ملاك الماء يقول: عادل أنت في أحكامك أيها القدوس الكائن والذي كان. سكبوا دم القديسين والأنبياء فأعطيتهم الدم يشربونه، فنالوا ما يستحقون. وسمعت صوتا من المذبح يقول: نعم أيها الرب الإله القدير، أحكامك عدل وحق. وسكب الملاك الرابع كأسه على الشمس، فأعطيت أن تحرق الناس، فاحترق الناس بحر شديد، وما تابوا ليمجدوا الله، بل شتموا اسم الله الذي له سلطان على هذه النكبات. وسكب الملاك الخامس كأسه على عرش الوحش، فأظلمت مملكته، وأخذ الناس يعضون على ألسنتهم من الألم، ولكنهم ما تابوا من أعمالهم، بل شتموا إله السماء لأوجاعهم وقروحهم. وسكب الملاك السادس كأسه على نهر الفرات الكبير، فجف ماؤه ليكون ممرا لملوك المشرق. ورأيت ثلاثة أرواح نجسة تشبه الضفادع خارجة من فم التنين ومن فم الوحش ومن فم النبي الكذاب، وهي أرواح شيطانية تصنع المعجزات وتذهب إلى ملوك الأرض كلها لتجمعهم للحرب في اليوم العظيم، يوم الله القدير. ها أنا آت كالسارق، هنيئا لمن يسهر ويحرس ثيابه لئلا يمشي عريانا فيرى الناس عورته. فجمعتهم في المكان الذي يدعى بالعبرية هرمجدون. وسكب الملاك السابع كأسه في الجو، فخرج صوت عظيم من العرش في الهيكل يقول: قضي الأمر. وحدثت بروق ورعود، ووقع زلزال عنيف ما شهدت الأرض مثله بهذا العنف منذ وجد الإنسان على الأرض. وانقسمت المدينة العظيمة ثلاثة أقسام، وانهارت مدن الأمم. وتذكر الله بابل العظيمة ليسقيها كأسا تغلي بخمر غضبه، وهربت الجزر كلها واختفت الجبال. ونزل من السماء على الناس برد كبير بمثقال وزنه، فشتم الناس الله لنكبة البرد هذه لأنها كانت رهيبة جداً.